300 إصابة جديدة بالقصور الكلوي المزمن بالجزائر و26 ألف مريض معني بغسيل الكلى في انتظار عملية زرع. C'est une maladie silencieuse. D'abord dépistée, il y a des moyens de freiner la progression de ces maladies par des médicaments et une prise en charge par un milieu néphrologique. Ce qui fait ça ralentit les maladies, ça prévient le passage en dialyse. Et une fois qu'ils sont en dialyse, ils sont mieux préparés avant la dialyse, ils sont mieux préparés à subir ce traitement qui est assez lourd. Le marda الذين هم في التصفية، الحل الأمثل هو زراعة الكلى. انخفاض وتيرة زراعة الكلى دفعت المختصين للدعوة إلى زراعة الأعضاء من الميت إلى الحي، وهو الحل الذي يدعو المختصين لتطويره. زراعة الكلى حبست في الجزائر، ماهيش نقصت، ما تفوتش عدد 100 في السنة، وإحنا من قبل كنا نعملوا 300 حالة، وهي كل من الحي إلى الحي، زراعة كلى من الحي إلى الحي. احنا لازم درك نطوروا زراعة الكلى من الميت إلى الحي، صح باش نطوروها لازم نديروا دي كومبان تاع حملة تحسيسية للتبرع بالأعضاء من الناس المتوفيين دماغيا. 13 ألف مريض في انتظار زراعة الكلى في ظل غياب متبرعين، إذ تحصي الجزائر 80% من المصابين دون متبرع.